ان شاء الله النهارده اليوم السادس واللي هنتكلم فيه عن السي اس اس. وقبل ما نتكلم كده عن السي اس، كل اللي احنا قلناه انه من دلوقتي ابدا حط لنفسك فكره بروجكت وابدا طبق كل حاجه بناخدها عليه. عشان انا وانا بعمل الاكزامبلز انت يعني مش هيقابلني مشاكل، وانا بعمل الاكزامبلز يبقى المشاكل اللي هتقابلني بسيطه والمشاكل اللي هحاول احلها بسيطه، لكن انت وانت شغال مع في ايديا ريال ايديا هيبقى في حاجات هتطلع لك جوه السي اس اس وجوه الاتش تي ام نفسها انت ممكن تعمل، دي بتبقى معاك فيها مشاكل فنحلها ازاي. مش هينفع نحط كل المشاكل ونقعد نقدم مشكله كل مشكله حل، احنا هننوع عن شويه حاجات والباقي انت لازم هتكتشفه مع نفسك كده او لوحدك وانت شغال في ريال اكزامبل بتاعك. فابدا من دلوقتي حط لنفسك فكره، ابدا طلع الاساس الفكره دي ببساطه خالص. انت محتاج ايه في السايت بتاعك، ايه الخدمات اللي هيقدمها، كلام مكتوب كده انجليزي عربي زي ما انت عايز. وبعد كده ابدا طلع من الكلام ده شكل الصفحات، رسم كده بالورقه والقلم، ودي حاجه بنسميها الموك اب. ابدا اعمل موك اب كده بايدك، ورقه وقلم كده هاتهم واقعد فكر عايز شكل الصفحات تبقى عامله ازاي، شكل الفورمز بتاعتي، بيانات ايه هاخدها، بحيث لو اديت الصفحات دي لاي ديزاينر يقدر يعملها لك. الناس اللي بتتابع على الانترنت او على اليوتيوب تقدر تقول لنا ايه الافكار بتاعتها وتبعت لنا الريكويرمنتس بتاعتها واحنا هنراجعها معاها، وفي نفس الوقت تقدر تبعت لنا الديزاينز بتاعتها عشان نبدا ناخد منها افكار ونطبقها عملي قدامك على طول. تعالوا بقى احنا نكمل في السي اس اس. انا كل جبت السي اس اس توتوريال ده منين؟ الحقيقه احنا ناويين نتعلم المره دي ان شاء الله من مكانين هما شبه بعض، بس يعني ايه هنتعلم من المنطقتين. المنطقه الاولى اللي هو ديفلوبر دوت موزيلا مفيش مشاكل، هنجيب السي اس اس ونبدا نتكلم عليه اللي هو موجود قدامنا ده وهنتصفحه دلوقتي. في حد تاني اسمها ويب بلاتفورم. ويب بلاتفورم ده كان انيشيت يعني اسمها ايه دي مبادره كده انيشيشن من جوجل وكذا حد معاه، دبليو سي سي وادوبي وفيسبوك جوجل اتش بي اوبرا نوكيا موزيلا مايكروسوفت انتل، وبداوا يعملوا ايه، عايزين يحطوا زي ستاندرايز لطريقه التعليم بشكل مبسط وشكله حلو و و فبداوا ايه هنجيب من عندهم السي اس اس توتوريال، وكان عندهم برضو اتش تي ام ال توتوريال جوه الدوكيومنتيشن بتاعتهم، بس احنا ايه اشتغلنا من ديفلوبمنت موزيلا، فاحنا هنبقى ميكس شغالين من هنا وهنا عشان نوصل للنتج. طيب تعال الاول نتكلم ببساطه. اول ما هتفتح الصفحه بتاعت الموزيلا دي هيجي بيقول لك الكاسكيدنج ستايل شيتس. يعني ايه سي اس اس؟ يعني كاسكيدنج ستايل شيتس. وبعدين بيقول لك موست تايم ابريفييتد از سي اس اس اللي هو كاسكيدنج ستايل شيتس. تمام، يعني ايه ستايل شيت؟ الستايل شيتس لغه بتوفر لي شكل العرض. يعني ايه؟ يعني احنا في ال HTML قلنا ان هي بتديسكرايب الكونتنت او بتمارك اب الكونتنت، بتوصف لي الكونتنت او هي اللي بتحط لي الكونتنت بتاعي هو عباره عن ايه؟ عباره عن باراجراف، عباره عن اي ام اليمنت، عباره عن 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 دي الكلمه دي سترونج عايزين نستريس عليها و و و. لكن شكل عرض المنتج بتاعي الفاينل برودكت بتاعي شكل عرضه اللي بيقدر يعمل لي الشكل بتاع العرض ده هو ال CSS. السي اس اس في منه اكتر من فيرجن. اول ما بدا كان في سي اس اس فيرجن واحد، بعدين ده خلاص بقى اوبسولوت او اوبسوليت، يعني خلاص معدم او ما عادش موجود، يعني او اللي هو ديبريكيتد يعني ما عادش موجود. في دلوقتي اللي هو ريسنت ريكومنديشن انك تشتغل على سي اس اس 2.1، ولكن في حاجات من سي اس اس 3 كتيره سبورتد في اكتر من براوزر، وهو ده الكومن اللي الناس شغاله في اتجاهه سي اس اس 3. احنا هنتكلم طبعا عن سي اس اس 2، هناخد بعض الفيتشرز او معظم الفيتشرز الموجوده وسبورتد في المين براوزرز كلهم في سي اس اس 3. طيب هو بيقول لك انا عندي في موزيلا ديفلوبر اقدر اوفر لك اكتر من منطقه تتعلم منهم. السي اس اس ريفرنس اللي هو ريفرنس كده مكتوب جواه الاليمنتس او كل الاتريبيوتس بتاعت السي اس اس كلها، واقدر اوفر لك السي اس اس توتوريال ستيب باي ستيب انتروداكشن كده، ده للكومبليت بيجنرز، ولكن ده للسيزوند ويب ديفلوبرز، يعني الناس اللي بتشتغل ويب بس عايزه تراجع ايه اللي بيحصل كل شويه، ممكن يجوا على السي اس اس ريفرنس يشوفوا ايه الاليمنتس او ايه الاتريبيوتس او الفاليوز اللي بتنزل جديده، لكن او البروبرتيز اللي بتنزل جديده. لكن الناس اللي هي لسه البيجنرز اللي هم زي حالاتنا يعني هيبداوا يتعلموا من الستيب باي ستيب انتروداكشن. في كمان سي اس اس ديموز. الديموز دي هي كوليكشن من شويه ديموز ناس بتعملهم، انت كمان تقدر تعمل اكونت على ديفلوبر دوت موزيلا دوت اورج وتقدر تحط الديموز بتاعتك تفرجها للناس. ده هيفيدك جدا انك تاخد افكار انك تتفرج على الديموز دي كل شويه، سواء افكار من ناحيه الابداع او من ناحيه طرق التنفيذ و و و. طيب
لو جينا نبص على شكل الريفرنس اللي هو مرعب بتاع الناس اللي بيقول لك بيشتغلوا بقالهم فتره ده، هتلاقي الموضوع ببساطه عامل كده، هو عامل الاتريبيوتس عامل زي اندكس كده، الفابيتيكال اندكس، والايه بيقول لك ايه الحاجات اللي بدأ بالايه، وادي الاتريبيوتس بي سي هكذا، كل الاتريبيوتس بالحروف، هتلاقي قدامك اتريبيوتس كتيره جدا. طبعا مش هتحفظ كل الاتريبيوتس دول، واي واحده من دول لو هتدخل عليها يبدا يشرح لك بتستخدم ازاي وبتنفذ ازاي. طبعا احنا مش هنحفظ كل دول يعني، فاحنا كل اللي هنعمله هنبدا نشوف هم بقى الناس كومبليت بيجنرز دول يتعلموا ازاي. سولو كلاسز سولو اليمنتس و و و. طيب تعالى ايه نشوف ال getting started with CSS. طيب ال getting started with CSS هو بدا يتكلم هنا عن الكاسكيدنج ستايل شيتس بصفه عامه، وبيقول لك هو ايه ايه البيزكس بتاعتها وتقدر تتعلمها ازاي. وبدا اول حاجه بيليست بيقول لك ايه وات از سي اس اس، هو مقسم لك شويه موديولز كده، فاحنا نمشي على الموديولز دول زي ما هو مقسمهم كده بالظبط. ايه هو السي اس اس، نستخدم السي اس اس ايه، ازاي السي اس اس بيشتغل، الكاسكيدنج اند انهيرتنس يعني ايه كلمه الكاسكيدنج، يعني ايه كلمه الانهيرتنس، السيلكتورز، الريدابل سي اس اس، تكست ستايلز، الكالرز، الحاجات تتعامل مع الكونتنت، الحاجات تتعامل مع الليستس، مع البوكسز، مع اللاي اوت، مع التيبلز، مع الميديا كويريز. التقسيمه دي بالنسبه لي كويسه جدا وممتازه، واعتقد ان هي تفيحك انت كمان لو بدات ايه تشتغل عليها. فلو جينا مثلا مسكنا اول حد كده وبنقول ايه هو ال سي اس اس، برضه انا ماشي بالطريقه دي ان انا بحاول اجيب لك عشان اوريك انا نفسي بتعلم ازاي، يعني عشان انت برضه يبقى تمشي معاك رحله التعلم نفسها، لان يعني مش كل حاجه دايما تلاقي حد يشرحها لك، ومش كل حاجه تلاقي لها شرح، ومش لازم تعود نفسك ان انت لازم تسمع المعلومه من حد تاني، لان انت ممكن تمشي في الطريق ده عادي خالص زي ما انا عملت كده وتبدا تتعلم لوحدك، يعني انت ممكن تسبقني وتسبق اي حد موجود، مفيش اي مشكله، المجال واسع يعني. طيب لو جينا ببساطه نقول ايه هو السي اس اس، فبيقول لك هو ببساطه زي ما كل الناس بتعرفه الكاسكيدنج ستايل شيتس سبيسيفاي هاو دوكيومنتس ار بريزنتد تو يوزر، يعني بيقول لك هي اللغه اللي بتعرفنا ازاي الدوكيومنت بيتبريزنت لليوزر. الدوكيومنت هو ايه؟ هو كوليكشن من الانفورميشن ذات ستراكشرد يوزنج المارك اب لانجوج، يعني الدوكيومنت هو عباره عن الصفحه بتاعتك معمول لها شويه انفورميشن، معمول لهم ستراكشر يعني معمول لهم هيكله او تنظيم بشكل المارك اب لانجوج، زي ما احنا بدانا نشوف نحط الحاجات جوه بعضها وفي هيراركي كده معينه، بعدين ناخد الهيراركي دي نابلاي عليها سي اس اس، فيطلع شكل العرض مختلف تماما عن اللي هو كان موجود وكنا بنشوفه المره اللي فاتت. فاحنا عشان نماستر سي اس اس لازم نقدر نعرف ايه هو سي اس اس بالظبط. ده هو بيورينا برضو اكشن، بيقول لك الاكزامبل بسيط ان انت ازاي تعمل السي اس اس، وبيقول لك ايه نيكست، تتفرج على النيكست سيكشن مثلا اللي هو ايه هاو سي اس اس وركس. بس انا هقتصد بقى الحتت دي، وانا فهمتك انت دلوقتي ماشي ازاي، وهبدا ان انا ايه طيب وهبدا ان انا ايه اتكلم عن الموضوع ده. بس هو انا بيقول لك ايه ليه تستخدم سي اس اس، يعني ليه تستخدم لغه تانية مع ان انت كان ممكن جوه الاستراكشر لانجوج دي تكتب السي اس اس ده ان لاين بشكل كده داخلي. بيقول لك عشان ثلاث حاجات ولازم تحطهم دايما في دماغك، انه الثلاث حاجات دول انك تافويد الدوبليكيشن، ما تقعدش تكتب اي اتريبيوت اكتر مره، تاني حاجه انك تعمل المينتيننس بتاعت الويب سايتس بشكل اسهل بكتير جدا لما عندك فايل واحد هو اللي جواه كل سي اس اس، فتقدر مينتيننس ليه او تقدر تعدل عليه، تقدر تغير عليه. التالت حاجه ان انت ايه هتيوز السيم كونتنت، ممكن تستخدم نفس الكونتنت ده تعرضه باكتر من شكل، يعني ممكن فكره السيمز انه مثلا ايه حد عينيه بتوجعه فيختار سيم مثلا للسايت اللي هي مثلا فيها الفونتس اكبر شويه، او فيها الالوان ادق شويه، او 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 هكذا. انت مثلا عارف انه طبيعه الشعب الروسي بيحب اللون الاحمر، فانت وانت بتقدم لهم الويب سايت بتاعك باللغه الروسيه ممكن تكستمايز سيم ليهم مثلا بيحبوا اللون الاحمر هكذا. دول الثلاث حاجات الرئيسيين اللي لازم تحطهم في دماغك انت ليه تستخدم سي اس اس لانجوج بعيده عن الستايلنج اللي كان ممكن تقدر تعمله جوه الفايلات نفسها. طيب تعالوا نفتح السبلايم، نروح نفتح اللي هو الودان بتاعنا ده، مش عايزين اوكي. طيب انا لو جيت ابص كده كنت انا هعمل فايل اصلا اسمه ستايل دوت سي اس اس، هشيل خالص كل اللي جواه هرجعه ابيض، وكنت عامل فايل اسمه اندكس كان جواه فورم اهي، هشيل الفورم خالص وبعدين ايه هلو سي اس اس جميل. طيب
الحقيقه انا بقى هبدا اتكلم الاول، انا عندي كام طريقه اقدر اكتب بيهم سي اس اس، يعني عندي كام طريقه. فقال لك هما في 3 ways، يعني عندك 3 طرق. الطريقه الاولى في حاجه اسمها ان لاين، في حاجه اسمها انترنال، في حاجه اسمها اكسترنال. ايه الفرق بين كل واحده من الثلاث طرق دول؟ الطريقه الاولى ان لاين، ان انا هعمل الاتي، عندي elements paragraph، فهاجي احط ستايل تاج او ستايل اتريبيوت جواه كده، وابدا اقول الكالر ريد، واقول هنا ايه تمام. دي الطريقه الاولى، يبقى دي الانلاين، ان انا احط ستايل اتريبيوت وابدا احط جوا كل element الالوان. طب الطريقه دي كده للوهله الاولى عيبها ايه؟ او يعني عيبها ايه؟ فرضنا ان انا عندي ايه اكتر من باراجراف، يعني عندي كده، عندي اكتر من باراجراف، وفرضنا ده عايزه يلو، وبعدين عايز ده مثلا خليهم بيد الباقيين دول كلهم. انا لو عندي شويه باراجراف دول، تعالى نفيو البيج بتاعتنا دي، ونقول ايه ديف دوت ودهام. او ماي جاد، خليه ده جرين بلاش يلو، هنشوف بس، وهنخلي دي كده هنخليها بلو. جميل. الطريقه دي ان انا مسكت كل element حطيت له انلاين سي اس اس معاه، يعني ستايل اتريبيوت. فرضنا في وقت من الاوقات انا حبيت ان انا اغير الكالر ده، او اغير لما يبقى عندي الدوكيومنتس كبيره، او عندي اكتر من دوكيومنت، فانا كده عارف كاتب، يعني كاتب لو عندي 1000 باراجراف هيبقى كاتب 1000 لاين. 1000 لاين اللاينز دي اول حاجه بتوزن معاك في البيتس بتاعه ال HTML نفسه، يعني في حجم الملف اكيد بتزود حجم الملف. تاني حاجه ان ده دوبليكيشن، انت عمال تريبيت يور سيلف. في كونسبت كده دايما هنعرفه في البرمجه اسمه دراي كونسبت، اسمه دراي. الدراي كونسبت ده اللي هو دونت ريبيت يور سيلف، يعني حاول دايما ما تكتبش حاجه مرتين، يعني حاول دايما بقدر الامكان الديفلوبرز الشاطرين اللي ما يحاولش يعملوا ريبيت لنفسهم تاني. الدراي ده يعني انا اول مره سمعت عنه الحقيقه كان مستوحى من فريم ورك اسمها جانجو، دي بايثون فريم ورك، يعني فريم ورك بتاعت بايثون اسمها جانجو. جانجو حلو قوي في موضوع الدراي ده اللي هو دونت ريبيت يور سيلف. في اكتر من حد بيستخدم كونسبت الدراي ده دلوقتي، لكن انا اول مره، انا كاحمد يعني اول مره اسمع الموضوع ده، سمعته في الجانجو. جميل. طيب يبقى دي الطريقه الاولى ان انا كنت ممكن اعمل كده. في طريقه والله تانية مختلفه خالص اللي هي اسمها ايه؟ انترنال. الانترنال سي اس اس ده كان ممكن اعمل باراجراف واروح اقول والله الكونتنت بتاعه لورم، واروح اقول في مثلا 20، فعملت ال 20 باراجراف اهو تمام، ما عنديش اي مشاكل. وبعدين عايز الون باراجرافس، فممكن اروح اقول ستايل تاج، واروح اقول جواه مثلا ان الباراجراف الكالر بتاعه ريد، او خليه جرين مثلا، اقدر اعمل حاجه زي كده، فاوتوماتيك هلون كل ده. طب يبقى انا كده ايه، قللت ال 20 سطر كلهم اللي انا كنت اقعد اكتبهم مع الباراجرافز الكتيره دي كلها، قللت كل الباراجرافز دي، خلتني بكتب انترنال. طب ده وحشته في ايه؟ انه لما يبقى عندي السايت فيه اكتر من دوكيومنت هلاقي نفس المشكله. فرضنا انا عندي 50 60 دوكيومنت، هبدا اغير برضه في كل دوكيومنت، الموضوع ما هوش برضه ايه منتنبل قوي، هبدا اغير في كل، وهبدا اكتب تاني عايز باراجراف لونه ازرق، فهبدا اروح اكتب باراجراف كلر لونه ازرق تاني في الفايل التاني. يبقى انا كده بكرر نفسي برضه، ما بحققش الكونسبت ان انا ما بعملش، احاولش افويد الدوبليكيشن. دي الطريقه الانترنال. دي بقى الطريقه الاحسن والثالثه، او اللي انا بفضلها يعني، ان انت تشتغل بالطريقه الاكسترنال. ايه الطريقه الاكسترنال دي بقى؟ الطريقه الاكسترنال دي بكل بساطه هيبقى عندك فايل تاني خالص اهو اسمه ستايل، هتروح تلينك الفايل بتاع ال HTML بالستايل. اللينك ده بيتم ازاي؟ هتقول لينك CSS بس كده، وبعدين تبدا تحط المسار بتاع ايه الفايل. فانا هقول مثلا ادي الاندكس ده، هنا في فولدر اسمه CSS، يعني ايه زي ما انت شايف كده اهو، انا عندي اندكس فايل، وبعدين في فولدر اسمه CSS، هما كلهم على مستوى واحد. هبدا احط ايه الفايل بتاعي بالشكل ده تمام،
يبقى انا هاجي هنا كده واروح اقول سي اس اس سلاش ستايل. جميل جدا. وانا كده شغال بالطريقه الريلاتيف، ان انا بحط ريلاتيف باث ما بحطش ابسوليوت باث. طيب لو انا رحت عملت كده وبعدين جيت جوه الفايل الثاني السي اس اس ده، كتبت الباراجراف لونه مثلا ايه الكالر بتاعه جرين مثلا، يبقى انا كده تمام عندي اي باراجراف لونه جرين. والله جيت عملت بيج تانية خالص اسمها index.html5 دي او html5 كده، ممكن اروح الينك، اروح الينك نفس الايه نفس الفايل سي اس اس واروح اكتب ايه انه سي اس اس سلاش ستايل، فاوتوماتيك البيج دي كمان هتاخد هتنهبت من نفس الكاسكيدنج ستايل شيت، يبقى انا عندي مكان موحد هو اللي بكتب فيه كل الايه الحاجات بتاعتي. طيب احنا كده قلنا الثلاث طرق اللي ممكن نتكلم بيهم عن سي اس اس، ايه هم الثلاث طرق اللي اكتب بيهم ان انا او اكتب بيهم ان هم الطريقه الاولى انترنال ان لاين، الطريقه الثانيه انترنال، الطريقه الثالثه ايه اكسترنال. دول الثلاث طرق الايه الكومون اللي الناس كلها بتستخدمها. طب حلو قوي، احنا لحد دلوقتي بقى ما قلناش هو ايه سي اس اس نفسه، يعني احنا قلنا عمالين نكتبه كده ومحدش سالنا ايه ده، يعني انت بتكتب ايه، احنا مش عارفين ايه ده. طيب تعالوا نفسر ايه السطر اللي مكتوب قدامنا ده، يعني ايه شويه الكود اللي مكتوب قدامنا دول. هنتهيألك اكبر الشاشه شويه عشان تشوفوا كده. تمام. طيب ساكتين ليه، من تقولوا عايزين نشوف اي حاجه؟ شايفين برضه اصغر تاني. طيب الجزء الاولاني ده بنسميه سيلكتور، وبعد كده الاثنين كيبل براكت دول بنسميهم ديكليريشن، يعني تعريفا. تمام. الجزء اللي جوه ده اللي هو مكتوب جوه ده بنسمي ده اتريبيوت، وبعدين بنسمي بنحط كولون، وبعدين نحط هنا ايه فاليو. طيب الديكليريشن ممكن يبقى جواها اكتر من كي فاليو بير او اتريبيوت فاليو بير، يعني كيو فاليو كيو فاليو كيو فاليو. تمام. ممكن يبقى جواها اكتر من ايه من اتريبيوت، يعني ممكن احط كمان واحد هنا كده، خلينا ندوبليكيت اللاين ده وخلاص، عندي اكتر من واحد يعني هكذا الى ما لا نهايه. اهم حاجه ان بين كل واحده والتانيه يبقى في سيمي ايه سيمي كولون، وبين كل اتريبيوت وفاليو يبقى في كولون. بتاع دي كلها على بعضها اسمها ايه ديكليريشن، اللي هي من اول هنا كده لحد هنا كده اسمها ديكليريشن. الحاجه اللي في الاول ده اسمه السيلكتور. تعالوا نشوف ايه السي اس اس بقى وجمالياته وصعوبته او مش وصعوبته ولطفته، بلاش صعوبته. انت عندك السيلكتورز دول، عندك انواع كتيره جدا من السيلكتورز، يعني في سيلكتورز كتار جدا عشان تقدر تسيلكت اي اليمنت، يعني انا بخلال البي ده بدات سيلكت اي اليمنت. السيلكتورز دول في منهم تايبس كتيره جدا، ان انا اقدر ازاي سيلكت الاليمنت. طيب طلع لنا سيلكتورز كتيره جدا عشان ابقى شاطر واعرف اتارجت الاليمنت، يعني انا لما يكون عندي بيج فيها اليمنتس كتيره زي البيج اللي كانت موجوده معانا امبارح دي بتاعه الهيدر و و و و، ان انا ازاي اعرف اتارجت الاليمنت، امسك الاليمنت ده تحديدا. طيب هنتكلم عن انواع السيلكتورز، ده جزء. الجزء الثاني هنتعرف على الاتريبيوتس، ايه هي الاتريبيوتس اللي ممكن كل اليمنت ياخدها، يحكمني في موضوع الاتريبيوتس الاليمنت نفسه ايه اللي انا بتارجته، مش السلكشن اللي انا عامله ايه. يعني ما هو السلكشن ده بيسلكت لي اليمنت، يعني فرضنا انا كتبت هنا بي، يبقى انا بسلكت اليمنت اللي هو مين؟ باراجراف مثلا. الباراجراف ده نفسه كاليمنت ازاي بيقدر ياخد اتريبيوتس واتريبيوتس لا؟ يعني في اتريبيوتس تتابلاي عليه واتريبيوتس مش تتابلاي عليه. طيب يبقى عندنا مشكله او مش مشكله، عندنا تحدي مع ان احنا نعرف الاليمنت والاتريبيوتس اللي ممكن تتابلاي عليه. وفي شويه اتريبيوتس كده بنسميهم الجينيريك اتريبيوتس بيتابلاي على كل الليمتس تقريبا، حاجه زي الديف والسبان كده مثلا عندنا في الاتش تي ام ال، هم جينيريك رابرز، هم دول برضو عندنا ايه اتريبيوتس جينيريك. الفاليوز نفسها انت ممكن يبقى عندك الاتريبيوت مثلا كلر ممكن ياخد كام فاليو، مش احتمالات يعني كام طريقه اقدر اديله بيها الفاليو. انا ممكن ادي مثلا تقول لي لا احد يقول لي ريد وجرين وبلو، لا ما بقولكش القيمه نفسها، انا بقول لك كام طريقه كام شكل. لا في عندنا ار جي بي، في عندنا اتش اس ال اي، في عندنا الهكسا ديسمال، في عندنا باي نيم، في عندنا كذا طريقه عشان اقدر احط الفاليو نفسها شكل كتابه الفاليو هكذا. هتلاقي مثلا في حاجات زي الويدث والهايت، عندنا الاتريبيوت الفاليوز بتاعتهم ممكن يختلف القيمه، في حاجه اسمها بوينت، في حاجه اسمها بيكسل، في حاجه اسمها سنتيمتر، في وحدات يونتس. الكلام ده كله لازم نبقى اوير بيه ونبقى عندنا معلومات حتى لو سطحيه عنه، حتى لو احنا هنثبت لنفسنا ستراكشر موديل نمشي عليه، بس لازم يبقى عندنا سطحيات او معلومات عنه.
طيب تعالوا نشوف، نرجع تاني لموتزيلا ديفولبرز كانوا بيقولوا ايه. واي سي اس اس ده خلاص خلصنا من الموضوع ده. يوز الهاو سي اس اس وركس، سي اس اس نفسه بيشتغل ازاي. طيب تعالى ايه يعني، حد يحاول يقرا الكلمتين دول يعني، حد يعني مش عارف. The browser converts the markup language and the CSS into a structure called the DOM, document object model. الحتة دي مهمة جدا بقى عندنا، انه the DOM represents the document in a computer memory. It combines the document content with its style. حلو قوي. يبقى البراوزر بيعمل الماركب لانجوج مع CSS لستراكشر معين كده اسمه الدوم. الدوم ده اختصار document object model. طب ايه هو الدوم ده تحديدا؟ بيقول لك هو شكل الدوكيمنت جوه الميموري بتاعه الكمبيوتر، وبيبقى معمول عليها دمج ما بين الكونتنت والستايل اللي عليه. تمام كده. طيب the browser displays the contents of DOM. بعد كده البراوزر بيقدر يدسبلاي الكونتنت اوف DOM، بيدسبلاي الكونتنت نفسه المحتوى وعليه شكل العرض بقى اللي هو البرزنتيشن اللي اترافقوا مع بعض واتعمل لهم كونكاتينيشن مع بعض او كومباين مع بعض في الحته دي كده. جميل. يبقى الموضوع ده بسيط جدا. المارك اب لانجوج بيقول لك يوز اليمنت ديفينيشن اللي هو الانجل والبراكتس و و وبيتكلم عنها شويه، وبعدين الاليمنت كان بي ا كونتينر ويز اذر اليمنتس بتوين اتس ستارت اند ما اعرفش ايه. ادوم هاز ا تري لايك ستراكشر، تري لايك ستراكشر. حتى احنا واحنا بنتكلم في ال اتش تي ام نفسه، المارك اب لانجوج نفسها، كنا بنتكلم عن في حاجه اسمها روت اليمنت اللي هو الاتش تي ام ال، وبعدين اليمنت، وكنا بنقعد نقول ده في ابناء وفي اباء وفي اخوات. ما هو ده الشكل بتاع التري، هو ده الشكل بتاع التري. الفروع بتبقى مجاوره بعضها، في فروع اباء لفروع، فرع بتفرع بعد كده فرعين، هكذا. يبقى هو ده الايه، ده الشكل. في طبعا لايف اكزامبل وبعدين ممكن تتفرج اكتر من كده، بس انا مش ما يهمنيش كل ده. انالايزنج ادوم يوز دوم انسبكتور. لو عايز تانالايز الدوم ممكن تروح على دوم انسبكتور. دوم انسبكتور ده ممكن يبقى حاجه زي ده، يعني هو ده ان انا انسبكت الاليمنت كده وابدا انسبكت الدوم، اشوف الدوم بتاعي شكله عامل ازاي. تمام. ادي انا مش عارف الحتت دي واضحه عندكم ولا لا، يعني هنا واضح مش واضح معاكم؟ طب انا احاول اكبر ده كده بقى يعني نوعا ما كويس. لو جيت تبص كده هتلاقي ايه، الموضوع بدا لك ب HTML element واحد هو ده الروت. انت كده بتنسبكت الدوم اهو واحده واحده، لقيت مرفق عليه الناحيه الثانيه على طول ستايلز، يعني الناحيه دي هتلاقي ال HTML element، الناحيه دي هتلاقي الستايلز المحطوطه عليه. تمام. طيب البتاع اللي احنا فتحناه ده اسمه كروم ديفلوبر تولز او ويب ديف تولز، ممكن نبقى نقعد نشرحه هو نفسه في مره، يعني نستخدمه في ايه، ما نمشي قدام شويه نبقى نعرف نستخدم البتاع ده في ايه. عامه في زيه في الفايرفوكس، عشان لو انت بتستخدم فايرفوكس هتلاقي عندك حد اسمه ايه، انسبكتور برضو، انسبكت اليمنت، وفي واحد تاني اكستنشن بننزله اسمه الفاير باج. الفاير باج ده رائع برضو ممتاز، وبيعمل نفس الكلام، وهتلاقي جواه الدوكيمنت اوبجكت موديل واتيفر اللي موجود. سفاري عنده، اوبرا عنده، كل حد من البراوزرز المشهوره عنده، والاي اي برضو عنده ديفلوبر تولز بتاعت الاي اي يعني، بس ربنا يسامحهم بس كويس. طيب الدوم لو جيت تتفسح فيه كده تلاقي بص اهو، لقيت بقى ايه، كل حد ماشي وليه تحتيه ابنائه، وكل حد لازم يبقى كومبايند مع الدوم اوبجكت ده، كومبايند معاه على طول السي اس اس اللي بيتحط عليه على طول. هيقول لك ايه السي اس اس ده؟ الكمبيوتد، يعني اتعمل له كومبيوشن او اتحسب يعني، ومر بعمليات، وده اللي انت اللي كان مكتوب. يعني ايه اللي كان مكتوب ويعني ايه اللي اتحسب؟ اللي كان مكتوب ده اللي الاليمنت ده الاوبجكت اللي اسمه بادي، احنا واحنا بنحط السي اس اس كتبناه عليه. يعني ايه؟ يعني لو هنا كده انا مسكت الاليمنت اللي اسمه بادي وقمت رايح كاتب باك جراوند هاش 000 مثلا، دي اللون، خلي الخلفيه سودا، بعدين رحت اتفرج هنا كده لقيت الخلفيه بقت ايه؟ بقت سودا. جميل. انا هعمل انسبكت عشان نشوف الانسبكتور واجيب البادي، قلت الباك جراوند تبقى سودا. في اي مشاكل؟ مفيش. ده اللي انا كتبته اهو. بص، مش انا كنت كاتب في ستايل سي اس اس في اللاين رقم واحد كنت كاتب الباك جراوند بيساوي اللون ده، اللون الاسود. طيب
يبقى ايه من مزايا الانسبكتور ان انا لما مسكت اي نوت او اي اوبجكت على طول جاب لي الستايل المكتوب عليه. ولكن بص لقينا ايه، البادي ده واخد حاجه اسمها ديسبلاي بلوك، واخد حاجه اسمها مارجن 8 بكسل. هل انا كتبت دول جم منين دول؟ بيقول لك من اليوزر ايجنت ستايل شيت. مين بقى اليوزر ايجنت؟ اللي هو البراوزر بتاعنا ده. فهل معنى كده ان البراوزر لو انا فتحت الصفحه دي هي على فايرفوكس ممكن الاقي القيم دي مختلفه؟ وارد جدا ان انا الاقي القيم دي مختلفه، ده موضوع بسيط خالص يعني، موضوع هو كده ممكن، لان كل يوزر ايجنت عنده الديفولت فاليوز بتاعته. جميل. طب انا لو جيت على الكمبيوتر، هبص على الكمبيوتر هلاقي حاجات كتيره جدا مكتوبه زياده، او معظم حاجات الفونت فاميلي بقت تايمز لاني ما قلتش الفونت فاميلي، البادنج ما اعرفش ايه، الباك جراوند ايمج، الكلر، البوردر، السكرول، كل الاتريبيوتس دول انا كتبتهم؟ لا، بس حصل لهم كومبيوتيشن. اتحسبوا منين؟ ايه اللي حصل؟ يحصل هنا عمليه الكاسكيدنج، عشان كده هم مسميوه كاسكيدنج ستايل شيت. يعني ايه كاسكيدنج؟ انت دلوقتي بيبقى عندك اليوزر ايجنت ليه شويه ستايلز ديفولت، وانت كيوزر عملت ستايلز ديفولت، وممكن الاب اللي هو ده واخد ستايلز، فالاوبجكت ده بما انه ابن ليه ممكن يورث، يحصل له انهيرتنس، يورث بعض الخصائص من والده. انت طول ما انت مش بتسبيسيفاي جوه الاوبجكت نفسه الاتريبيوتس اللي تطبق عليه، هتلاقيه عرضه ان هو يورث اتريبيوتس من اماكن كتيره جدا، يحصل كاسكيدنج والاتريبيوتس توصل له، او الفاليوز بتاعتها توصل له، الكي والفاليو او الاتريبيوت الفاليو. فتقدر تلاقي عندك ان ال HTML الاب ده بيأثر على البادي ده بشكل ما، وارث منه حاجه، وارث منه مثلا فونت فاميلي، وارث منه كذا. اليوزر ايجنت بيبقى ليه ديفولت ستايل شيت، لو انت ما عملتهاش ريسيت او ما عملتهاش التر ممكن يورث منها. والله ممكن لو البادي ده نفسه انت مسكت الابن يبقى هيبقى التسلسل الكاسكيد هيحصل. والله برضو الكاسكيد ده ممكن يجي من نقطه ثانيه خالص، ان انت ممكن تبقى مستخدم ثلاثه ستايل شيتس بالثلاث طرق، حاطط ان لاين سي اس اس مع انترنال سي اس اس مع اكسترنال سي اس اس، مين فيهم اللي هيتطبق؟ هيجي حاجه اسمها البريسيدنس رولز، القواعد الاولويه، مين اللي ليه اولويه او مين ليه فاليو او وزن يقدر يوزن معايا، فيقدر زي الحته بتاعت الايديول كلاس اللي كنا اتكلمنا عنها. تمام. طيب يبقى احنا دلوقتي وصلنا ايه هو الدوم. الدوم تري عباره عن ايه؟ وصلنا ان الدوم ده بيبقى عباره عن جزء الماركب او الكونتنت اللي هو الباراجراف ده، ملحق بيه الجزء بتاع الستايلز، وعرفنا الكاسكيدنج بيجي منين. قلنا الكاسكيدنج ده بيجي من البيرنتس بتوعك في الدوم تري نفسها، انت ابن مين، ويبدا يتنفذ عليه خصائص والدك. يعني مثلا ايه، والدك عينيه خضراء فانت ممكن تاخد اللون الاخضر طالما انت ما ايه ما حددتش لون تاني مثلا لنفسك. وعرفنا ان الايه الكمبيوتر ده بيجي برضو من اكتر من مكان، الديسبلاي هكذا، والديسبلاي والهايت والويتس والحاجات دي كلها حاجات عملها كمبيوتد من الريندرنج على الصفحه نفسها. خدت انت تايمز نيو رومان وخدت ما اعرفش ايه 219، ده مش عارف ده ايه بصراحه يعني، بس ماشي. دلوقتي كده ايه بدانا ناخد نبذه شويه كده صغيره عن سي اس اس. تعالوا نرجع على ايه، على موتزيلا ديفلوبرز ونشوف ايه بيقولوا ايه تاني عن السي اس اس وازاي هو بيشتغل. اظن الموضوع بسيط. وات نيكست، خلاص يبقى احنا كده ايه شفنا السي اس اس شغال ازاي. احنا ممكن نرجع بقى كده، فين التري اللي كنا شغالين منها يا جماعه؟ اول واحده تقريبا الويب بلاتفورم اللي احنا قفلناها تقريبا، صح؟ طيب هو عامة ايه، تعالى نشوف ده كده ايه getting started with CSS. هو النت تقريبا مات ولا ايه؟ ليه النت بيموت عندنا هنا في اللحظة بتاعت الكورس؟ دايما كل يوم في الوقت ده النت عايزين نت عشان مش هينفع كده. طيب بقى من النت يجي اشتغل. فاحنا ممكن نتعرف ما اشتغلش لسه معايا ايه بقى، لازم نفولو الهاشتاج بتاع ثورة الانترنت اللي الناس عاملاه الايام دي، ثورة الانترنت، كل حاجة عايزة ثورة. ماشي. طيب تعالى احنا نقول ان احنا قلنا السيلكتور
وبعدين قلنا ان في ديكليريشن، وبعدين قلنا في اتريبيوت، وبعدين في فاليو، صح كده؟ طيب اول حاجه الكومنت بيتعمل ازاي جوه السي اس اس؟ احنا شفنا ال HTML شكل الكومنت ازاي، صح؟ الكومنت هنا بيتعمل كده استريك سلاش استريك الكلام، وبعدين استريك سلاش بيقفل. في مالتيبل لاين كومنت برضو بيبدا كده بيتقفل كده. هو كل ده ايه؟ ده شكل الكومنت، من اول الحاجات اللي لازم تعرفها في اللغه يعني. طيب السيلكتورز بقى، تعالوا نتكلم على التايبس بتاعت السيلكتورز. السيلكتورز نفسهم انواعهم ايه؟ ابسط سيلكتور اللي هو الاليمنت سيلكتور. الاليمنت سيلكتور ده ان انا سيلكت اي اليمنت من نفس التايب اللي انا كاتبه، يعني كتبت بي يبقى اي بي على البيج دي او موجود في الدوكيومنت اللي هيتعمل له لينك بالسي اس اس فايل ده هيتارجت. يبقى اول حاجه الايه؟ الاليمنت سيلكتور. يعني مثلا نقول ايه؟ كلر جرين. عندنا هنا نقول مثلا باراجراف لورم في 6 مثلا، على طول هلاقي على البيج دي اي باراجراف طلع لونه ايه؟ اخضر، لاني بتارجت بالاليمنت نفسه. يعني ممكن اتارجت بقى ايه ممكن اتارجت مثلا اقول بادي، يبقى انا بتارجت البادي. اقول مثلا اتش تي ام ال، بتارجت اتش تي ام ال. اقول مثلا ديف، يبقى انا بتارجت الديف. اقول هيدر، يبقى انا بتارجت الهيدر. يبقى ده الاليمنت ايه؟ الاليمنت سيلكتور. طيب ايه تاني غير الاليمنت سيلكتور موجود؟ في حاجه اسمها الكلاس سيلكتور. الكلاس عندنا هناك، يعني مثلا لو جيت هنا كده في البيج دي، بدات اقول ايه؟ ان ده كده هياخد كلاس ريد او جرين، خليها جرين، كلاس جرين. يبقى على طول هنا كده دوت جرين، واقدر اقول اي اتريبيوتس انا عايزها وابدا اتارجت، الاقي على طول ان الحد اللي انا اديت كلاس جرين بس. فانا اقدر ببساطه خالص بقى ميكس اقول ايه؟ طب والله خلي لي ده كمان كلاس بتاعه جرين على طول. طيب لا ده مش انلاين سي اس اس، انا السي اس اس بص كاتبه فين؟ انا اسم الكلاس بس اللي انا عايزه يتحط هو الايه؟ اي كلاس، بقوم رايح حاطه ايه؟ جنب الاليمنت، عشان الاليمنت ده يفهم ان هو تبع الكلاس ده زي ما اتكلمنا. في الاي دي سيلكتور، فاقول هنا كده اي دي مثلا، واروح اكتب مثلا ايه؟ بلو، هسمي الاي دي ده بلو، وبعدين اروح اقول ايه؟ هاش بلو. يبقى انا كده بتارجت بالايه؟ كولر بلو. من ضمن برضو الحاجات اللطيفه الزين كودنج او الايمت كودنج في السي اس اس شغال برضو. يعني لو جيت اقول ايه؟ كولر بلو، هيقوم ايه؟ سوري، كولر في كولر، وهيقوم حاطط لي لون على طول. سيفت تاب كولر على طول هيجيبها لي، وهكذا بقى. واحنا ماشيين في الاتريبيوتس هفهمك كل اتريبيوت ايه. تي اكس مثلا ده ايه؟ ليه معنى. مثلا تي تي ليه معنى، اف اس ليها معنى، اف زد ليها معنى، هكذا. بادنج بي، المارجن ام، هكذا. نقعد نقول الزين كودنج الاختصارات واحنا ماشيين اون ذا جو، يعني احنا بنتكلم على طول التارجت. وبدات اقول الاي دي. طيب انا عايز الصفحه دي تلود يا جماعه، مش معقول كده. طيب ايه تاني انواع من السيلكتورز؟ احنا كويس ان احنا واقفين على صفحه سيلكتور. فبيقول لك الانفورميشن سيلكتورز ده بنسميه انفورميشن، اللي هو ايه؟ بنتكلم عن اليمنت ذات نفسه، واحنا بنسميه النيمد او الاليمنت سيلكتور. بعد كده بدا يتكلم عن الكلاس سيلكتور، وادينا شفنا الكلاس سيلكتورز. بعد كده بدانا نتكلم عن الاي دي سيلكتورز. من الحاجات اللطيفه برضو جدا، تخيل ان انا ايه؟ ممكن اميكس كذا اليمنت مع كذا سيلكتور مع بعض. يعني تخيل اقول ديف دوت جرين، واروح احط جواها اللوريم ده برضو، مفيش اي مشاكل. عملت انا ايه؟ ديف دوت جرين، وحطيت الايه؟ اللوريم، اديتها كلاس جرين. المتوقع ان انا هنا كده لما ريفرش هلاقيها اتلونت ايه؟ اخضر، صح؟ في تارجتنج بشكل سبيسيفيك اكتر. ممكن اروح اقول هنا ايه؟ بي دوت جرين، اديله اللون ايه؟ الاخضر. فالحاجات اللي من نوع باراجراف واخده كلاس اسمه جرين هي اللي هتتارجت بس. ده مور سبيسيفيك سيلكشن، يعني انا بسلكت الاليمنت بشكل سبيسيفيك. كذلك ممكن اجي هنا ثاني واقول ايه؟ الديف دوت جرين، الناس اللي من نوع الديف دوت جرين اديني كلر مثلا، واقول ايه؟ في كلرز جرين ايه؟ ليمون مثلا، ولا مش اي كلر بقى، اي لون.
خليتها هنا كده مثلا، فانا اقدر اتارجت بالاليمنت نفسه. واضح عندكم ان هي اتغير لونها؟ تمام. طيب يبقى ادي الاي دي سيلكت، هو بيديك بالظبط ادي الكلاس وادي الاي دي. طب ولو الكلاس والاي دي جم مع بعض يعني نفس الاليمنت، تعال نجرب. الاليمنت هياخد كلاس اسمه جرين وهياخد كلاس اسمه بلو، يعني اهو دوت جرين ودوت بلو. امسح بقى الديف والموضوع ده، وتعالى ايه نجرب ادي الاليمنت اهو نفسه، اليمنت اللي واخد الكلاس جرين هنديله ايه، اللي واخد الاي دي بلو هنديله كلاس كمان ايه جرين. تفتكر هيبقى لونه اخضر ولا لونه ايه؟ ولا لونه ازرق؟ ده تاني اليمنت يعني تاني باراجراف، لانها فضل لونه ازرق. ليه؟ لانه التارجتنج بالاي دي مور سبيسيفيك وليه وزن، يعني ليه فاليو وليه بريسيدنس اولويه عن التارجتنج بالكلاس. تمام. طيب كل ده بنتكلم. طيب في حاجه اسمها السودو كلاس سيلكتورز. السودو كلاس سيلكتورز دول حاجه زي كده، لينك فيزيتد اكتيف هوفر فوكس تشايلد انت تشايلد انت لاست تشايلد انس اوف تايب فيرست اوف تايب لاست اوف تايب امتي تارجت شيكت نيبل ديسيبلد. دول ايه؟ السودو كلاس سيلكتورز البي دي سايلنت. تعال نتخيل مثلا ان انا عايز ايه لما اعدي على الباراجراف الازرق ده بالماوس كده لونه يتغير لاحمر. تمام. طيب هروح اتارجته، هقول ان ال ايه الباراجراف اللي لونه احنا مدينه ماشي الجرين دوت جرين نقطتين هوفر، اللي واخد كلاس من نوع جرين واديته السودو كلاس اللي اسمه هوفر، هروح اقول والله لو سمحت ممكن تعمل لي الكلر ريد. ولا احنا كنا بنتكلم على البلو؟ على البلو، خليها على البلو، مش احنا كنا نقول البلو؟ البلو الكلر خليه لي ريد. وتعالى نجرب. ايه ما حطيتش سيمي كولون؟ بدل ما هي يعني اتركي اتريبيوت فاليو واحد ممكن اسيبها من غير سيمي كولون، وبالعكس لازم اعمل كده لاني هوفر بيت اللي هي مساحه ده جوه السي اس اس فايل لما اجي اعمله كومبريس. فلكن لما يبقوا اكتر من حاجه المفروض احط ايه سيمي كولون. فانا جيت بصيت كده بكل بساطه لقيتني اقدر ايه بتارجت بالايه بالهوفر كلاس ده، ان انا لما بهوفر اللون بيتغير. فاقدر بكل بساطه فكره المنيوز اللي هي لما اجي اعلم على حاجه المنيو يتغير لونها و ممكن بالشكل البسيط ده اقدر اعمل منيو لطيف. طيب في بقى حاجه اسمها ايه سيلكتورز بيزد اون ريليشن شيب. السيلكتورز المبنيه على العلاقات، يعني احنا شفنا السيلكتورز المبنيه على اسم اسم الاليمنت، شفنا بتاعه الاي دي، شفنا الكلاس سيلكتور، شفنا السودو السودو ايه السودو كلاس سيلكتورز. السودو كلاس دول برضه كتار جدا، يعني احنا واحنا ماشيين كده نقعد نتكلم عنهم. يعني هنقول يعني ايه انت تشايلد؟ يعني انت تشايلد يعني الابن مثلا وام ادي رقم الابن الخامس، الابن التالت، الابن التاني. تعالوا نجرب مثلا انت تشايلد ده مثلا، تعال نقول ايه باراجراف انت داش تشايلد اوف 2 مثلا. تعال بقى امسح كل الكلاس دي مش عايزينها، انا عايز اخليك فوكس على حاجه واحده. هقول والله الكلر بتاعه كلر جرين، هلاقي واحد اللي هو رقم كام؟ باراجراف الثاني، الابن الثاني من الاليمنت بتاع باراجراف التارجت، وبقى بيقول ايه؟ جرين. ساعات كده حاجه مشهوره جدا تلاقيهم مثلا في المنيو، تلاقي اول اليمنت واخر اليمنت مثلا مدورين وبقيه المنيو كلها مظبوطه. طب يعملها ازاي؟ بيتارجت اخر ال اي واول ال اي مثلا، هكذا اللي هو مثلا لاست تشايلد. يعني مثلا في ايه، في حد هنا لاست تشايلد، في انت تشايلد، في لاست تشايلد. يعني لو جيت تبص تراجع اهو تلاقي في انت تشايلد، فيرست تشايلد اول ابن، في الانت تشايلد، في انس اوف تايب يعني من نوع، في فيرست، في كذا. كل واحد عايز تعرف هو ايه بالظبط كليك عليها تقدر تعرف هو ايه بالظبط. بس تعالى نتكلم عن النوع الرابع من السيلكتورز اللي هو السيلكتور بيزد اون ريليشن شيب، يعني السيلكتور اللي مبني على ريليشن. وجي بيقول لك سيلكتور ايه وسيلكتور ايه، يعني السيلكتور الاولاني مثلا والسيلكتور الثاني او الاليمنت الاي ده خليه اليمنت. يقول لك اني اي اليمنت
that is descent of an A element. ايه descended يعني حفيد او جوايا ابن لي او من احفاده. حفيد descendant دي حفيد صح؟ اهو وبالتالي من الاحفاد السليل من السلاله يعني. ماشي السليل حلو والله السلاله الدكشنري. طيب ال 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 ذات تشايلد او تشايلد اوف تشايلد يقدر يتطبق عليه. تعالوا نفهمها. انا هعمل ماركب يفهمها لنا الاول يعني احط ماركب بشكل معين يفهمها لنا. انا هاجي كده هروح اقول ايه والله ديف جواها ديف جواها باراجراف وخلي هنا في بلس باراجراف لا انا كده مش عايز كده انا عايز ده سلاش لا لا انا كده لخبطت انا عايز div جواها باراجراف مش احنا كنا ممكن نعملها بدل كده نقوم عاملين اللي هو ده كان ممكن شيفت ده هو ولا ده هو كان ممكن نعمل كده ونروح نحط ايه باراجراف هو ده الشكل اللي انا عايزه اكتب ايه لورن تاب واروح احط هنا ايه الظهر انا عايز افهمك المارك انا عندي ديف بيرم ده وبعدين جواها ديف ثانيه وبعدين جواها باراجراف وبعدين جواها ايه وبعدين اخ للديف الاولانيه باراجراف صح كده طيب تعال نفهمك ايه الموضوع ده انا ببساطه هاجي اقول ايه ديف بي كولر جرين متوقع انهي واحد فيهم انهي واحد فيهم اللي يبقى لونه احمر الايه اخضر اخضر سوري اخضر الاثنين صح الاثنين لونهم اخضر طيب لو انا جيت عملت كده متوقع مين اللي هيبقى لونه اخضر ايه الاثنين ليه الاثنين الحاله دي بتاعتنا دي هيبقوا الاثنين لونهم اخضر هيفضلوا الاثنين برضه ليه لان ده ديف جواها باراجراف وده ديف جواها باراجراف تمام يعني ده معنى ايه ده اللي هو ايه الفولو على طول اللي جاي معاه لو عملت كده مش هيحصل تغيير طب عايزين نعكسها نخليها تنفع هقول لك نعمل ايه نخلي دي باراجراف هنخلي دي باراجراف وببساطة هنخلي دول سبان هنخلي دي باراجراف وهنخلي الاتنين دول سبان وبعدين هنخلي دي سبان ايه سبان ده element زي الديف بس انلاين element قطعة ملوش اي معنى بالنسبة لنا حرف يعني مش عارف اجيب الماتشنج بير بتاعه تمام لو عملنا كده خلينا عندك ديف جواه باراجراف جواه سبان وبعدين جواه سبان لو قلنا ديف سبان ايه اللي هيحصل زي ما كنا قايلين الاول اهو ديف سبان مين هيبقى لونه اخضر الاثنين تمام ليه لانه بيقول لك اللي هو الديستنس سيلكتور ده او السليل سيلكتور بتاع السليل ده اي حد في السلاله بدل ما انت قلت ديف سبان وات ايفر هي فين في السلاله سواء بنتها مباشر او بنتها غير مباشر طب تعالوا نبص على السيلكتور الثاني ده بيقول ايه اللي هو اني اليمنت ذات از تشايلد اوف ان اي اليمنت يعني ان الاي لازم يبقى تشايلد ما هوش من السلاله لازم يبقى ابن على طول فانا لو جيت قلت الديف قلت الديف وحطيت البراكت ده حطيت البراكت هبدا على طول اروح الاقي ايه واحد فيهم متلون والتاني لا ليه ده الاسبانه دي هي البنت لمين للديف لكن الاسبانه دي مش بنت للديف دي بنت لمين للباراجراف اهو بص ده الباراجراف هو الاب عشان كده ما تلونتش لكن في الحاله الاولى بس السلكتور الاولاني
انا عايز اجيب ال الحالة الأولى بتاعتنا السلكتور الأولاني، الحالة الأولى إن الديف دي أم مباشر أو أب مباشر للسبان دي، عشان كده وأنا حاطط الأنجل براكت ده على طول بيقول ده دايركت اللي هو ابن ليه فتلونت، لكن السبان الأولانية ما تلونتش لأن الأب المباشر ليها هو براجراف. لكن لما شلت ده وبقيت شغال، لما شلت الأنجل براكت ده وبقيت شغال إنه ديف سبان، اي حد من سلاله الديف ولكن من نوع سبان اقدر امسكه ويقدر يتنفذ عليه الاتريبيوتس دي. يبقى احنا كده شفنا الاثنين سيلكتورز دول. الاي فيرست تشايلد ده سودو كلاس، بيقول لك فيرست تشايلد اني اي اليمنت ذات از ذا فيرست تشايلد اوف اتس بيرنت، يعني ايه؟ اي حد اللي هو الفيرست تشايلد بتاع ايه؟ والده. يعني كده بقول الفيرست تشايلد ديف يبقى اول ايه؟ اول ديف فيرست تشايلد من الديف ال اي، زي فكره السودو كلاس اللي كان فوق. البي بلس اي البلس هنا معناها ايه؟ اني اي اليمنت ذات از نيكست سيبلينج اوف ايه؟ بي اليمنت ذات از ذا نيكست تشايلد اوف ذا سيم بيرنت. يعني ايه؟ يعني انا لما اقول ديف اللي هو الاخ، يعني الاخ ليه اللي معاه في نفس الليفل اخوه جاي، يعني لما اقول ايه بي بلس اي البي ده اليمنت، الاي ده لازم يبقى اخوه. يعني ايه؟ يعني ممكن اقول ببساطه الاسبان دي مش اخت الباراجراف. يعني انا لو جيت هنا كده قلت دي البي بلس اسبان، الاسبان دي هتتلون اخضر تمام، ودي مش هتتلون لان دي ابنه، احنا بنقول سيبلينج اللي هو اخ، مش هتورث. ما هو البي ما بيتلونش، انا كده ما بلونش البي، انا السيلكتور ده بيتعمل له السيلكتور بحاله كده بيتعمل له زي ايه؟ حل للمعادله بتاعته، يعني حل رياضه بيتعوض مكانه بالقيمه الفعليه. القيمه الفعليه البي بلس سبان دي معناها ايه؟ معناها الاليمنت ده اللي هو في الدوم تري هيبقى ده. ما هو ده اللي بيحصل، مش هو قلنا بنجيب الكونتنت وبعدين يعمل العمليات دي وبعدين يحط لي دوم تري ويبدا ينفذ عليها سي اس اس؟ هو اللي هيحصل ايه؟ هيحلل المعادله دي، المعادله دي البي بلس سبان معناها اي بي تابع ليها بعدها على طول اخت ليها سبان نفذها لي. طب هي دي البي اللي هي اختها سبان، لكن دي ما هياش اختها، دي بنتها. فتعال نبص كده هلاقي الثانيه برضه هي اللي ايه؟ متلونه. لكن لو في سبانه اهي موجوده اهي معانا ما فيش قبلها، يعني لو كنا بنقول هنا في انكر، في انكر هنا ده ما هوش بي فمش هيتلون السبان دي برضه، مش هيتلون لانه فيش تابع. لكن لو خلينا ده باراجراف مثلا هيتلون على طول لان انا بتارجت بالباراجراف اللي بعديه سبان، فانا اقدر اجيب النكست تو، يعني ده الاليمنت النكست تو الاخ اقدر اتارجته. وممكن اميكس حاجات من دي، يعني ممكن اميكس اقول مثلا هات لي الديف اللي جواها مش عارف سبان، اعمل زي معادله رياضيه كامله وميكس الحاجات دي. دي سيلكتورز ادفانسد، يعني ايه بس المفروض هتتعلمه وتحتاجه. بيقول لك يو مين كومباين ذيس تو اكسبريس كومبلكس ريليشن شيبس، يعني انت عايز توصل تقول ايه؟ هات لي بنت عم اخت فلانه اللي هي وان احفاد ما اعرفش مين. ممكن تعمل كده. الهيفي سيلكتورز دي بتستخدم في حالات معينه برضه، عشان مش حد يقول لك كل ما انت تعرف سيلكت من غير ما تدي كلاسز، لان انت واخد بالك انا هنا كده لا بدي كلاسات ولا بدي ايديهات، فما بقعدش اعمل انجكت للكلاسز ولا اساميها ولا اي حاجه، فما بتقلش الدنيا. انا بتارجت بالفهلوه، يعني بالدماغ، انا بعرف تارجت بموقعك فين في الدوم تري ده، بمكانك، علاقتك ايه بالعلاقه بالريليشن شيب، ما بتارجتش بالاسم. فتخيل لو انت بتجنريت كونتنت جاي من داتا بيس كبير وعايز تتارجت، هات لي كل باراجراف بعديه خمسه مش عارف ايه، حط لي فيهم مش عارف ايه. بس ده هيفي سيلكتور، يعني بياخد ميموري كتير عشان يتنفس. فالشطاره ده هيفي سيلكتور لانه في عمليات حسابيه. انا مش بتكلم على ده، بتكلم على الكومباينيشن. لما يقوم بقى له بقى هات لي بنت عم خالت اخت مرات اللي جايه بعد مش عارف مين، فده هيفي سيلكتور. يبقى احنا واحنا بنيوز السيلكتورز دي مش شطاره، يعني ان انا اقعد احط سيلكتورز ادفانس وسيلكتور هيفي كده، لا، السمبلستي ان كل حاجه تبقى واضحه. بس في حالات بضطر غصب عني استخدم سيلكتورز عامله كده، يبقى مثلا جايب حاجات من الداتا بيز او حاجات في الران تايم، عايز اليوزر عمل ايفنت بالجافا سكريبت فانا مسحت نود فراحت بالكلاس، فعايز على طول اللي هتيجي مكانها في نفس الترتيب تاخد نفس الايه؟ الهيراركي، وهكذا. عايز اعمل في برضه حاجات بيعملوها مثلا
في حاجه اسمها الاود والايفن من السيلكتورز اللي عدت علينا، ان هو ايه ازاي يخلي التيبل فيه صف لونه ابيض وصف لونه رصاصي، صف ان هو مثلا يجيب الاود تشايلدز والايفن تشايلدز يخليهم مثلا ايه هكذا، لان انت ما انتش عارف الاود والايفن دول هيبقى التيبل ده بيجي من الداتا بيس، ما انتش عارف هيبقى العدد النهائي هيبقى كام، عشان تدي لكل واحده كلاس ريد واللي بعدها جرين، ريد واللي بعدها هكذا، ممكن تقول دي واللي بعدها. في سيلكتورز كتيره جدا نقدر نعمل بيها حاجات كويسه جدا. يوزنج كلاس اند اي دي سيلكتورز، ده شفناه، السيف التشالنجز مش عارف ايه، الاكشنز مش عارف ده، يوزنج السودو كلاس، الكلاس ده اكزامبلز هو مديها لك اهوت، وبعدين هتلاقيه ايه خلاص كده. يبقى احنا كده شفنا انواع السيلكتورز اللي ممكن تبقى موجوده عندنا، شفنا ايه كام نوع من انواع السيلكتورز، شفنا الاليمنت سيلكتور، سيلكتور بيزد اون كلاس، سيلكتور بيزد اون اي دي، سيلكتور بيزد ان ريليشن شيب، شفنا كل الانواع بتاعت ايه الكلاس، شفنا ميكس ما بينهم ان احنا نقدر نميكس ما. طيب احنا هنقفل الدرس الاولاني ده على كده عشان نعمله اكسبورت، وبعدين ايه نبدا في التاني.